مشاهدينا، وفي آخر ملفات تغطياتنا لحصاد هذا العام نختتمه مع الواقع السياسي في العراق واستمرار نهج المحاصصة الطائفية وغياب مظاهر الإصلاح. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مجاهد الطائي، مرحبا بكم معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. وكذلك عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، مرحبا بكم معنا أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك ومرحبا. حياكم الله. أستاذ مجاهد، بداية، هل كان عام 2022 يعني مختلف عن الأعوام التي سبقه؟ السوداني أكد أن حكومته يعني ستحقق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، بداية هل يملك فعلا تنفيذ مثل هذا القرار والرأي؟ طبعا بداية تحية لكم ولضيفكم الكريم أستاذ بهاء ولمشاهديكم. طبعا يعني بداية الشق الأول من سؤالك، طبعا جميع الحكومات العراقية السابقة التي تشكلت في ظل ظروف يعني ظروف صعبة سياسيا وأمنيا وطائفيا، يعني بعد عام 2000 وحتى في ما يتعلق بتشكيل حكومة مجلس الحكم عندما غاب التيار الصدري وحدثت مواجهات في النجف بين الجيش المهدي والقوات الأمريكية، ثم ما بعد 2005 و2006 والحرب الطائفية، انتقالا إلى 2010 والانسحاب الأمريكي وتغير المعادلة لصالح إيران، ثم عام 2014 واجتياح داعش للعراق، وعام 2018 وما بعدها من احتجاجات تشرين، ثم عام 2021 عفوا ويعني الأزمة السياسية التي وقعت في الخضراء وانتظرنا عام كامل. لذلك ما جرى هو إجراء طبيعي لتشكيل الحكومة العراقية، وهو سياق معروف بالنسبة للعراقيين. بعد كل انتخابات تحدث هناك أزمة سياسية وصراع في الشارق، وينتقل من طاولة المفاوضات وأروقة السياسة إلى الشارع كما حصل مؤخرا. هذا الشق الأول. الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق ب تحقيق حكومة مستقرة سياسيا واقتصاديا، طبعا يعني من المبكر جدا الحكم على هكذا حكومة، لأنها بداية يعني مع انطلاقتها حصلت خروقات لداعش على المستوى الأمني، وهناك أزمة سعر الصرف، وهي أزمة اقتصادية متفاقمة. وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدث عن 2,700,000 عائلة تقدمت بطلب إلى الوزارة من أجل الحصول على الضمان. وزارة التخطيط تتحدث عن 9 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر. فكل هذه المعطيات لا تبشر بأن هناك استقرار لهذه الحكومة، خاصة مع وجود يعني رغم أنه رفع قيمة الدينار كان من أول الأهداف أو يعني البرامج الانتخابية التي دعا إليها الإطار. بالتأكيد. عدا ذلك يعني هناك خزين من العملة، خزين من الذهب، لكن بمعطى آخر هو القصف الإيراني بالنسبة على العراق، وتهديد من قبل رئيس البرلمان أو تحذيره من أن العام المقبل لن يكون عام سهل، وهو عام يعني سيشهد الكثير من الأحداث إذا ما لم تلتزم القوى بالاتفاق السياسي. فهذه المعطيات جميعها أمامنا، لا تدعنا نتوقع أن هناك استقرار لهذه الحكومة، أو ربما سيكون خلاف أصلا أو اختلاف عن ما سبقه. بالتأكيد يعني المعطيات جميعها، جميع المؤشرات لا تبشر بخير، خاصة مع وجود هناك ميل واضح للحكومة، حكومة الإطار، إلى إيران، وهذا الميل سيحدث خلل في معادلة التوازن القوى بين الطرفين، وبالتالي ينعكس بشكل أو بآخر على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي. بالتأكيد. بالسلام. طيب أستاذ بهاء، يعني هذا الصراع السياسي الذي سبق تكليف السوداني، يعني إلى أي مدى يكشف أو كشف الخلاف العميق ما بين شركاء العملية السياسية؟ وكما هو معروف سنة كاملة لم تستطع الجهات السياسية الوصول إلى يعني برأمان واختيار حكومة. إمكانية تطور الصراع لأبعد من مناوشات مسلحة جرت في بغداد والمحافظات، أين نحن الآن؟ نعم، في البداية تحياتي لحضرتك وإلى الأخ مجاهد وإلى جمهور قناة رافدين. الخلافات اللي موجودة بين الكتل السياسية لم تطفو حاليا، يعني هي بالبداية كانت موجودة حتى ما قبل تشكيل الإطار التنسيقي، كانت هنالك أكو خلافات ما بين
الفصائل المسلحة فيما بينها، وأيضا ما بين الفصائل من جهة وما بين أكبر كتلتين موجودة داخل الإطار التنسيقي حاليا اللي هي الفتح ودولة القانون. التسريبات اللي صارت اللي ظهرت على المالكي وطريقة حديثه هذه خلفت نوع من الترابط بين هذه الفصائل باعتبار أنه الهدفهم واحد، وكان يعني تشكيل الحكومة هو أهم أهدافهم، فاتفقوا هم على هدف واحد، لكن الخلافات أساسا هي كانت موجودة داخل هذه الفصائل المسلحة وأيضا بين الفصائل المسلحة وبين هذه الكتل الكبيرة. وبالتالي ما حصل مع من تسريبات عزز قيادة المالكي لهذا التكتل اللي هو الإطار التنسيقي، وتجاوز أيضا بما هو أكبر من ذلك بحيث أنه فرض إرادته على باقي الكتل الموجودة في الإطار التنسيقي، وفرض عليهم شخصية محمد الشيعي السوداني كفرض يعني على الكتل اللي موجودة داخل الإطار التنسيقي كمرشح وحيد للإطار التنسيقي كرئيس وزراء. هذا الأمر استفز في ذلك الوقت التيار الصدري. نعم. ومثل ما ذكرتم في تقريركم قبل قليل انه الـ 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 الاحداث اللي صارت، موضوع الثلث المعطل اللي حصل داخل البرلمان واللي عجز التيار الصدري عن تشكيل حكومه، عاد بالموضوع الى موضوع المحاصصه الطائفيه والحزبيه. وبالتالي الخلافات الان لم تكن يعني اصبحت ما بين الكتل السياسيه في تقاسم المناصب. نعم. غير الخلافات اللي اساسا موجوده، اكو كثير من الخلافات الان يعني لم تظهر حتى الان على السطح، لانه هي تشمل مواضيع اخرى يعني غير اللجان التنسيقيه. هنالك انتخابات مجالس المحافظات قد تجري في 2023، وهذه ايضا قد تخلف صراع كبير بين هذه القوى باعتبار انه هذه القوى والفصائل المسلحه ترغب في تعزيز نفوذها داخل الحكومة، وبالتالي سيكون هنالك صراع على مناصب المحافظين ومجالس المحافظات داخل هذا التكتل أو الإطار التنسيقي أو داخل الحكومة. كل هذه الأمور تبين لك حجم الخلاف الكبير اللي موجود بين هذه الفصائل، وحتى بينها وبين حتى من يقوم بالتخطيط لها داخل العراق. الجميع يعلم بأن هذه الفصائل هي فصائل تتبع عقائديا الى ايران، وبالتالي ما تريده ايران الان هو ما يحصل، وما تحصل الان من ازمه في سعر صرف الدولار هم يقولون انها مفتعله، لكنها في الحقيقه الجميع بدا يفهم الموضوع، بدا يفهم بان هنالك مصارف كانت تقوم بتهريب العمله الى ايران، وذكرناه اكثر من مره في اكثر من لقاء، وانه ايران اعتمدت كليا على العراق من بداية فرض العقوبات عليها من 2014 أو 15، وحتى الآن. نعم. هي بدأت تعتمد على العراق في تمويل يعني ميزانياتها، لكن الآن مع بدء العقوبات اللي بدأت تصدر من الخزانة الأمريكية على كثير من المصارف الأهلية، يعني تقريبا قنن موضوع تهريب العملة، وبالتالي هذا ما أدى إلى رفع سعر الصرف في نعم. في الأسواق. ولكن السؤال هنا أنه سكوت التيار الصدري وانسحابه من المشهد السياسي، هل يمكن أن يجعل يرضخ للأمر الواقع، أم ممكن أن يتأجل الصراع مرة أخرى ويتحول إلى مظاهر مسلحة أشد عنف؟ موضوع إيمان المطلق بفشل حكومة السودان، يعني حتى الآن كنا على قناعة، ليس فقط الصدر، كنا على قناعة بأنه أي حكومة تنشأ من خلال المحاصصة الطائفية فإن مصيرها سيكون الفشل، لأنه المحاصصة الطائفية هي أساس كل الفشل الحكومي منذ 2003 وحتى الآن. وبالتالي هو يعتمد على هذه الفكرة أنه الأغلبية السياسية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية هي فقط من يمكن أن تغير الوضع، باعتبار أنه سيكون هنالك جهة واحدة تتم محاسبتها، وسيكون التقصير على جهة واحدة، ليس الأمر كما بالمحاصصة الطائفية بحيث أنه كل القوى السياسية مشتركة في الحكومة، وبالتالي لا أحد يحاسب على الأخطاء. فما زال يعتمد على موضوع أنه نهضة الشارع من شدة الظروف المعيشية اللي يعانيها المواطن العراقي. نعم. وبالتالي سيتخذ هذه كفرصة من أجل أن يعود إلى يعني إلى الظهور للساحة السياسية، من أجل أن يكون له كلمة
على المتظاهرين في المستقبل. طيب هنا أستاذ مجاهد، يعني إلى أي مدى تتحمل الأمم المتحدة وبعثتها بالعراق مسؤولية الأمور وما آلت إليه الأمور في العراق؟ يعني مظاهرات تشرين طالبت بإسقاط العملية السياسية، إسقاط المحاصصة كذلك، وبالتالي لم تسندها الأمم المتحدة ولا حتى الدول الغربية والعالم الغربي. اليوم الحكومة التي جاءت ولدت من رحم الميليشيات الموالية لإيران، كيف نفهم وقوف الأمم المتحدة بالضد تماما من طموحات وأهداف وحتى يعني ثورة تشرين والشباب العراقي؟ طبعا علينا أن نفهم بداية دور الأمم المتحدة. يعني في قرار عام 2007 الصادر من مجلس الأمن 1770 حدد مهام الأمم المتحدة أو بعثة أو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حددها بناء على يعني دور الأمم، دور هذه الممثلة هو يأتي بناء على طلب الحكومة العراقية ووفق ما تتيحه الظروف. بمعنى أن دور الأمم المتحدة هنا تحول من دور يعني فاعل يمثل المجتمع الدولي في العراق إلى دور أشبه ما يكون بدور استشاري أو يقدم توصيات، وعلى الحكومة العراقية إما تأخذ بها أو لا تأخذ. نعم. لذلك يعني نحن ننظر ربما يعني هو ساند للحكومة بالتأكيد وبناء على طلب الحكومة. يعني الحكومة العراقية يعني لو نتابع حتى سياق التعاطي الأمم المتحدة مع الكثير من الملفات، يعني على سبيل المثال التعاطي مع ملف السلاح، هناك يعني تجاوب ولقاءات ما بين مسؤولين وقادة ميليشيات مع ممثلة الأمم المتحدة، وهذا نوع من كان في فترة حكومة الكاظمي، وكانت تبحث عن يعني تبحث عن إيجاد صيغة معينة للتوافق ما بين قوى اللا دولة والحكومة العراقية من أجل المضي قدما واستقرارها أمنيا على الأقل فيما يتعلق بحقوق الإنسان. عفوا، يعني هناك يعني جميع تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن انتهاكات في السجون، تعامل غير إنساني. تجد عبارات في تقارير الأمم المتحدة التي تصدر في ملف حقوق الإنسان بأن لا يمكن ضمان مثلا يعني محاكمة عادلة لأي معتقل يدخل إلى السجون العراقية، وبالتالي هناك نوع من الانتقاد. لكن فيما يتعلق مثلا بالمغيبين كانت تصدر يعني لا تقبل شدة وفداحة الجرائم التي تمارس ضد المعتقلين. بالتأكيد، يعني عام 2018 أعتقد أصدرت الأمم المتحدة تقرير فيما يتعلق بالمختطفي الصقلاوية، وتحدث فيه بالتفصيل عما جرى. لكن لاحقا جرى تجاهل الملف، وكأن هناك نوع من التواطؤ مع الفاعلين، مع الحكومة، مع التستر على الكثير من الجرائم. يعني كل ملف من الملفات من الممكن أن يستخدم للضغط على الحكومة وإدانتها بعدم تقديم الكثير من الممارسات التي أو وضع حد لهؤلاء الذين مارسوا هذه الأعمال. لكن تجد الأمم المتحدة يعني تتعامل بشكل أو بآخر بحيث لا يحرج الحكومة العراقية، لا يضعها أمام الأمر الواقع لاتخاذ قرار نهائي، لكن يعني تقوم بلعبة مزدوجة أخرى وهي أمام المجتمع الدولي. يعني إذا نتابع بيانات بلاس خارت في وإحاطتها حول العراق في مجلس الأمن وآخره كان قبل أشهر، يعني تجد الكثير من النقد فيما يتعلق بملفات السلاح والفساد ولعدم تشكيلهم حكومة ويعني عدم إيمانهم وبلورتهم للديمقراطية. لكن في المقابل عندما تذهب إلى العراق هناك لقاءات، هناك بحث عن إيجاد حلول ضمن الأمر الواقع، حتى لو كان الأمر الواقع غير دستوري، غير ديمقراطي، غير توافقي، يحترم قوى السلاح، لا يحصل السلاح بيد الدولة، يحترم الفساد، كل هذا الواقع تحترمه الأمم المتحدة، لكن أمام المجتمع الدولي الخطاب مختلف نوعا ما. نعم. طيب أستاذ بهاء، اليوم وصول السوداني بالحديث عن يعني نهاية العام والواقع السياسي المرير يعني المرتبك خلال السنوات أو السنة الأخيرة، وصول السوداني إلى رئاسة الحكومة إلى أي مدى يبقي العراق في دائرة الصراعات الإقليمية؟ وما مصلحة العراق اليوم بهذا الارتباط مع إيران الذي أوصل إيران إلى هيمنة شاملة على جميع مفاصل ومؤسسات الدولة؟
نعم بالتأكيد. شوف كما ذكرت لك قبل قليل أنه إصرار دولة القانون أو المالكي اللي هو رجل إيران الأول إصراره على محمد الشاه السوداني يعطيك انطباع بأنه سيد محمد الشاه السوداني لن يكون سوى واجهة لشخص أو لجهة تديره يعني متحركة بالطريقة التي تريدها، وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان أنه يتجنب الملفات التي تتسبب بالضرر لإيران. نعم. يعني لو فرضنا مثلا ملف يعني قبل قليل تكلمنا عن الملف الاقتصادي وموضوع الدولار وتهريبه إلى إيران، الإجراءات المتخذة الآن من قبل محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء يعني حتى الآن ليس الهدف منها أنه محاربة تهريب الدولار إلى إيران، يعني الإجراءات اللي اتخذها هي أنه ضخ يعني دولار للسوق بحيث أنه يحاول أنه يسيطر على موضوع صعود الدولار. أيضا بعض المصارف تم الإيعاز أو الإشعار لها بأنه تبيع الدولار حتى في أيام العطل الرسمية، وهذا تصريح صرح به يعني متحدث رسمي من البنك المركزي العراقي بحيث أنه يزيد من ضخ الدولار للأسواق حتى في أيام العطل الرسمية بالنسبة للمسافرين والطلاب وكذا، يعني حددوا 10,000 دولار لكل شخص أو لكل مواطن من أجل ضخ الدولار إلى الأسواق. يعني طريقة معالجته للموضوع ليس يعني لا يضر إيران، هو يحاول يعني حل المشكلة بطريقة بحيث لا يتجاوز حدوده من ناحية سيطرة إيران على موضوع تهريب العملة إلى إيران، تهريب الدولار العراقي إلى إيران. من هذا المثال ممكن أنه نستقرأ تعامله مع ملفات الأخرى، يعني ممكن أنه محمد الشيع السوداني قد يتعامل مع الملفات الأخرى بطريقة تجاهل الدور الإيراني في العراق، وكأنه العراق ليس هو مسيطر عليه من قبل إيران بالكامل من ناحية الإطار التنسيقي وقوة الإطار التنسيقي وخصوصا الميليشيات المسلحة. بهذه الطريقة هو سيحاول قدر الإمكان أنه يحابي الوضع ويعني يتجنب يعني خلينا نقول معالجة الخلل الحقيقي، ويحاول إيجاد حلول بديلة من لأجل حل مشاكل اللي موجودة أو مشاكل الحكومة اللي موجودة. لكن هذا كنظام سياسي هو يعزز السيطرة الإيرانية داخل العراق ويبين ضعف الإدارة في العراق. وأكبر دليل احنا شفنا مكاتب اللي تابعت لوزارة النفط الإيرانية فتح مكاتب داخل العراق. طيب هي يستطيع الآن أي دولة خليجية أو دولة عالمية خلينا نقول أي أوروبية مثلا أنه تفتح وزارة لها مكتب في بغداد؟ هذا شيء مستحيل، لكن مع وجود قوى الإطار التنسيقي نعم هذا شيء متاح ومفتوح للعلن، وبإمكانهم فتح مكاتب لأي وزارة إيرانية داخل العراق. يعني يريدون أن يصورون بأن العراق خلاص أصبح ولاية أو محافظة تابعة لإيران، وأصبح هذا أمر واقع. والمشكلة أنه مثل ما تفضل الأستاذ مجاهد بأنه المجتمع الدولي كأنما لا أرى لا أسمع لا أتكلم، يعني غض البصر تماما عن ما يجري في العراق. كان همهم الأول والأخير هو استمرار تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية بسبب أزمة الحرب الروسية في الأوكرانية، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط. يعني هذه المواجهة المسلحة اللي كادت ممكن أن تقضي على الملايين من العراقيين وتندلع حرب أهلية داخل المنطقة الخضراء وحتى في باقي المحافظات من أجل أن يتصارعون على السلطة من أجل كرسي الحكم، غض المجتمع الدولي ومجلس الأمن غض البصر عنها، ولكن كان همهم الأول والأخير أنه واحدة من الجهات أن تشكل حكومة حتى يبقى النفط العراقي يضخ وبالتالي تبقى الأسواق العالمية مستقرة نوعا ما، أو يعني مسيطرين على موضوع أسعار النفط. يعني ما عندهم هم أنه الشعب العراقي يقتل يذبح يجوع يمرض، ما عندهم مشكلة. هم مشكلتهم أنه النفط العراقي ميت والاستفادة من نعم نعم أو هذا خفض أسعار هذا اللي نعم. هذا اللي يهم كان اللي يهم المجتمع الدولي، يعني ما يهم الشعب العراقي. مثل ما تفضل الأخ مجاهد طلعوا في تشرين المجتمع الدولي رئيسة بعثة اليونامي في مجلس الأمن تتحدث بشيء وتعود إلى العراق تقوم بأفعال أخرى يعني منافية لما قالته. يعني هي قالت في مجلس الأمن أن هؤلاء ليسوا رجال دولة، ومن ثم تأتي وتجتمع معهم من أجل تشكيل حكومة. طيب إذا
في مجلس الأمن قلتي أنهم ليسوا رجال دولة، كيف تجتمعين معهم من أجل أن شكلين حكومة؟ وهو هذا تناقض المفارقة واضح. والتناقض المستمر. الحديث ربما يحتاج إلى ساعات حتى نستطيع أن نجمل الوضع في العراق وجردة حساب الوضع السياسي في العراق، ولكن على أي حال نشكركم الشكر الجزيل الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. وأيضا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.